حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذه النصيحة 25 في سلسلة أهم 30 نصيحة للبدء بحفظ القرآن. الحقيقة هناك موضوع مهم وهو الرسائل الإيجابية. ما هي الرسائل الإيجابية؟ الله منحك 24 ساعة، هو الوقت المتاح لك في اليوم والليلة. اغتنم أي فرصة خلال النهار أو الليل وأعطي رسالة إيجابية لدماغك أن حفظ القرآن هو أهم عمل في حياتي. الحقيقة هذا الموضوع مهم جدا أيها الأحبة، ولكن معظمنا إما يجهله أو لا يطبقه جهلا أو تكاسلا. يجب أن تغذي دماغك بالرسائل ذات الهدف الإيجابي. يعني أنا الآن أجلس وأفكر، قد أفكر كيف أحصل على المال، كيف أحصل على رزق معين، كيف هناك إنسان يفكر كيف يحصل على فتاة معينة مثلا، إنسان آخر يفكر كيف يشتري هذا العقار، إنسان آخر يفكر في محله أو دكانه كيف سيجني أرباح زيادة، كيف سيطور تجارته. كل واحد فكره تجده مشغولا في أشياء متعددة. معظم الناس يفكرون بأشياء دنيوية. إذا أردت أن تحفظ القرآن يجب أن تضع الدنيا جانبا، وستأتي إليك هذه الدنيا على فكرة. يعني لا تظن أن الله يعطي الغافل والملحد والمشكك وينسى عبدا يقول لا إله إلا الله، لا تظن ذلك، ولكن الله ينزل بقدر ما يشاء. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هذا الإله العظيم يضيق عليك الرزق، يقدر عليك الرزق أحيانا لمصلحتك. ينبغي أن تعلم أن هناك مصلحة لك في ذلك. منع عنك رزقا معينا لأنه يريد لك خيرا أكبر بكثير سيأتي. لذلك اجعل القرآن أكبر همك. ستصبح الدنيا أمامك لا شيء، صغيرة جدا. ستجد أن مشاكل الدنيا وهموم الدنيا أصبحت يعني بسيطة جدا بالنسبة لك، وهذا يقودك لسعادة أكبر ولحياة مطمئنة. لأن القرآن يعطيك طمأنينة كبيرة للقلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يجب أن تعطي رسائل يوميا لدماغك أن هذا القرآن سيغير حياتي للأفضل، سيجعلني قريبا من الله، سأكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كانت حياته كلها القرآن. عندما سئلت السيدة عائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تعرف من هو النبي اقرأ القرآن، تعرف من هو هذا النبي الكريم. فهذا الأمر، هذه الرسائل سيكون لها أثر كبير في عملية الحفظ. لماذا أؤكد على هذه الناحية أيها الأحبة؟ سأعطيكم مثال. يعني أنت الآن لديك امتحان نهائي ولديك شهادة ستحصل عليها، ولكن هذه الشهادة لا تستفيد منها لا في وظيفة ولا في عمل، ومجرد اسم. يعني سيكون لديك حافز بنسبة معينة، ولكن هناك شخص آخر سيحصل على شهادة يتوظف بها في منصب مرموق ويسافر إلى دولة مثلا لديه راتب عالي جدا
ويحقق أحلام كثيرة جدا بواسطة هذه الشهادة. يا هل ترى من سيكون حافزه أكبر، هذا أو ذاك؟ طبعا الثاني الذي يحلم بالإمكانيات والمنصب وكذا وكذا إلى آخره. فكلما كان الهدف ذو قيمة كبيرة وكلما كان الهدف أكبر، كلما كان سعيك أقوى وأكثر وكنت أكثر سعيا وكنت أكثر حرصا على تحقيقه وأكثر سعادة أثناء السعي، أنت تسعى وأنت سعيد. معظمنا لا يدرك أهمية حفظ القرآن، هذه هي الكارثة أيها الأحبة. يضع القرآن جانبا، تسأله لماذا لا تحفظ، يقول لديك لك والله ليس لدي وقت. إذن أنت وضعت القرآن على الهامش، سيضعك على الهامش. عندما تضع القرآن رقم واحد في حياتك ستصبح الدنيا تحت قدميك. أنت الآن عبد لهذه الدنيا، تضيع وقتك في دنيا ثانية ستزول. بأي لحظة ستزول؟ لحظة الموت ستنهي كل شيء. بينما إذا وضعت القرآن رقم واحد في حياتك وبدأت ترسل هذه الرسائل الإيجابية إلى دماغك، كلما فكرت قل أنا سأجعل القرآن هو رقم واحد في حياتي، أنتظر من هذا القرآن أن يغير حياتي بالكامل، أن يزيل عني الهموم والشكوك. ولذلك هناك علاج مهم بالنسبة للذين لديهم مشكلة وسواس قهري ومشكلة وساوس وغير ذلك واضطرابات نفسية بأنواعها. حفظ القرآن يزيل هذه الاضطرابات تماما، حفظ القرآن. لذلك أيها الأحبة احرصوا على أن يعني تغيروا نظرتكم للقرآن، يجب أن تغير نظرتك تجاه القرآن لتتمكن من حفظ القرآن، وإلا ستبقى كما أنت. تغيير النظرة شيء مهم. ما الفرق بينك وبين من حفظ القرآن كاملا؟ نظرته للقرآن تختلف عنك، لأنه أعطى أفضل أوقاته للقرآن، الله سبحانه وتعالى رزقه هذا الحفظ، والله عز وجل لا يعطي القرآن إلا لمن يصطفي من عباده. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المصطفين الأخيار، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.